السلام عليكم ورحمه الله، ومعكم سيو سيراي مقطع جديد، واليوم بتكون الحلقه الثالثه من لعبه انترنت كافيه سيميليتر او محاكي مقهى الالعاب. للي ما شاف الحلقات اللي قبل بحط لكم رابط في الوصف. اللي حاب يدعمنا يقدر يحط لايك على المقطع، وخلونا نبدا. ايوه، كل ما تسكر اللعبه وتشغلها يعبونك الثلاجه مره ثانيه، شيء رهيب جدا صراحه. عشان ما اشتري، تعرفون بخيل يعني، ما ارد اخلص فلوسي على اشياء اقدر اجيبها مجانا. محل الاحلام كود سيون ايتم شوب. خلونا ندخل الحين لما ينفتح الباب. ايوه، نخليه اوبن ولا نظف؟ ما في زباله كثير. ايش فيه؟ ايش فيه يا ابوي؟ روح من هنا. سرق مكيف اخر حلقه، ها انت وشكلك. خلونا نحطه اوبن وشيل. خل التنظيف يبدا الحين سريع لما يجي الكوستومرز الزبائن. نرمي هذه هنا ونطبق الحين الخطوات اللي انتم قلتوا لي اياها في اخر مره. اول شيء اللي هي الاسعار، الكل يقول لي ارفع الاسعار. صراحه ماني فاهم. اوه، هذه اسعار الاكل، ما اقدر ارفع اسعار شيء ثاني انا يعني، بس اسعار الاكل. طيب نحط، لا صارت هاي اصلا. او ماي جاد، هاي لو. طيب هاي يعني ماني فاهم، ارفع اكثر عن كذا. اوه، هذه هي التوكنز اللي استخدموها عشان يلعبوا. طيب هذه خليني ادبلها، خليها 200. طيب اجرب بس يعني، بشوف الحين جد بيجي عليها اقبال ولا لا. بس التوكن هذه استخدموها عشان يلعبوا الالعاب اللي هي تكون باجهزه الاركيد، ما اتوقع الكمبيوتر وغيره. طيب هذه هي اجهزه الاركيد، وراح ابدا اشتري هنا اجهزه الاركيد اللي هي اجهزه الاركيد. بس يا يرحم امك يا اشلي، والله ما بتعرف عليكي، ذليت امي ترى. هنا هذه بشتري وحده، ما اقدر اشتري الا وحده اصلا. طيب حاليا وحده تكفي. نكمل على هذه، وبشتري شو اسمها اللي اسمها فيك ريفيوز، المراجعات الكذبيه. يعني الحين بشتري مثلا 1 2 3. طيب خلينا نشوف هنا، شايفين كيف المراجعات هذه؟ طبعا كيس، كلها كيس. انا شريتها ان الناس يمدحون محلي، واصلا ما حد مدحها، فكذا باقي الناس بيتحمسوا بيجوا المحل عندنا. في هوملس، ما ادري اضربه. طيب اضرب الهوملس، بس مو قدام حد. اوه خلاه يطلع. هاي برا، ايش قاعد تسوي يا ربي الهوملس؟ طيب شوف، اعطاني $60 كله من ورا الهوملس. الله ياخذه، خرب علي. حتى هذا زعل لان شافني اضرب الهوملس. يمكن تصدقون يا شباب، انا والله العظيم اني مليت من هالشيء، مليت صراحه. خلاص الحين ببدا باستغلال العملاء. شوف، مضبط لهم احلى تذهب وكمبيوتر وما ادري شو، ويجوا هنا يفتحوا لي مواقع. فعد خلاص، انا صراحه مليت. اللي بسويه الحين ببيع كل هذا ببيعه، وبشتري اجهزه اركيد اكثر. هالي بسوي انا. هذا هو الحين سلاح المبيعات. انا اسف، هذه اول خيانة اسويها في عالم البي سي، بس الفلوس اهم شيء يا شباب، الفلوس فوق كل شيء. انا اسف، مع السلامة، كله للبيع. ابيعك معاهم انت، ابيعك. ها يلا كل زق، اطلع برا. يلا شفتوا ليش؟ ما شفتوا ليش؟ استغفر الله. بيعها كله، بيع خلاص. انا انجنيت اليوم، اريد فلوس، موني. ما شاء الله رجعت فلوسي كلها. اهم شيء ان الحين اشتري اجهزه الاركيد، واخلي محلي مبني على الاركيد، لانه شوف كم تطلع لي فلوس، جد كثير. راح اشتري الحين جهاز ب 3000، راح اشتري الجهاز هذا ب 2800، وراح اشتري جهاز خارق ب 4000. ايش رايكم؟ يلا نركب هذيل القطع الحلوه اللي وصلتنا الحين. يا ربي كم يعطون، يدفعون فلوس والله. انا ليش ما سويت كذا من قبل؟ ما شاء الله يا شباب، الحين عندي تقريبا 10000 دولار، شيء ممتاز كثير مره. والريفيوز تبعت المحل ارتفعت بشكل ملحوظ يعني. شوفوا هذه كلها ريفيوز إيجابية. لا مو معقول اللي صار. الحين أقدر أنا حرفيا،
شكرا انبوكس افتر اقدر اشتري كل شيء اريده الحين. يلا عاد ايش رايكم نبدا بال شو اسمه اللي هي العمل الرقميه ان نتاجر فيها. توني يا شباب اروح اشوف اليوتيوب وعرفت اخيرا من وين اقدر اشتري عمله البيتكوين او الاله اللي تجيب لك البيتكوين. توني الحين فهمت من وين المكان الصح يعني. ايوه هذا هو لقيته اخيرا. اللي يبيعها طلع برا المحل اصلا مو من الكمبيوتر تشتريها، كانه كذا عمل غير شرعي. سعره 680. اشتريت وحده برجع الحين. طيب راح اشتري خمسه وارجع لكم. اخيرا بعد عمليات نقل ورايح راجع اشتريت خمسه بيتكوين. فلوسنا الحين 8700. الحين اريد افهم كيف استخدم الغرض هذا اللي شفت انه يعلقونه كذا على الحيطان. راح اعلقهم الخمسه. الحين انا معلقهم، بعدين ايش المفروض اسوي؟ ما نفهم كيف اشغله. طيب كيف اشغله يا شباب؟ اوه في نفس الزر هنا تضغط عليه ويشتغل خلاص. والله ما توقعت ابدا. حلو الحين نبدا. الحين جلس يجمع لي عمل البيتكوين. هالي فهمت انا شيء رهيب والله. واو الشرطة كاتبين ان اليوم بيسوون تفتيش عندي انا. هذه وصلتني جسم القروض ما شاء الله. الفلوس بدأت تروح. طيب دفعت القروض اللي علي، مش القروض اللي هي الايجارات. طيب هذا ما فهمت ايش يسوي بالضبط، بس بما ان الشرطة بيزورون اليوم احس شيء مفيد عشان ما يدققوا علي. ما اعرف ما ادري ايش هذا. اشتريته صراحة ما ادري لو بيفيدني. ان شاء الله يفيد. قالوا من الشرطة بيجون الساعة 17 اللي هي الساعة 5. فايش رأيكم؟ أسكر محل الساعة 5. أحسها فكرة حلوة. ما أدري تستحق إني أجربها صراحة. هذه العمل اللي عندي أنا شكلها. البيتكوين ما عندي شيء. أها عندي 0.124 بيتكوين وقاعدة تزيد شوي شوي من البيتكوين ماينر اللي عندي أنا اللي شريتهم. فاللي لازم انتظره انهم يجمعوا اكثر ويجمعوا اكثر بعدين اقدر ابيعهم. اوكي والسعر الوحده 3336 رقم كبير مره. تقييمات ايجابيه خلوني الحين اشتري اكثر. اوكي تشتري اكثر زباين اكثر فلوس اكثر. اركد ماشين الحين بما ان فلوس ناخذ اغلى شيء. اوكي 4099 غالية الامور عسل. وكمان ناخذ هذه اللي هي واو. هذه هي اغلى وحدة اعلى وحدة تقييم. ناخذهم اثنينهم. الحين الشرطة بيزورون يا شباب. اتوقع ان اموري تمام. انا ما سمعت الا شيء واحد انهم ياخذون عمل البيتكوين. انا الحين ما عندي ولا عملة. هذه هي افضل وحدة بينهم كلهم اللي معي حاليا. هذه هي اغلى ماشين العاب اركيد. الشرطة ما جوني ليش؟ الساعة صارت 17 والشرطة ما جو. الشرطة جو وشالوا مني تبع البيتكوين. وانا اقول ايش السالفة؟ يا حرامية يعني ممنوع تاجر البيتكوين فالشرطة يجون وياخذوها. اظن لازم اغبيها لما يجي الشرطة. والله عناد الحين بروح بشتري اكثر عن قبل. عناد قضى كيفي. والله يا شباب تحفة فنية. كم وحدة؟ 3-12 ماينر بس للبيتكوين. بس انتقام من الشرطة عشان مرة ثانية ما ياخذون الماينر تبعي. يلا نشتري 1-2-3 اشترينا اخيرا. واقدر اشتري كمان طابق ثاني او غرفة ثانية بس مو وقتها حاليا. كلوز هذه هي الغرفة. يا سلام اوهو هذه الغرفة الثانية اللي اشتريها وهناك الطابق الثاني. اللي بسوي يا شباب اني بشتري لابتوبات بس من النوع الغالي. احس اريح شيء بدل ما اجيب لي كمبيوتر. والله تعب صراحة الكمبيوتر. بجيب لابتوبات من النوع الغالي اللي هي هذه جيمنج زد 6 اغلى شيء. بطلع برا وبتاكد انه ما في اي لابتوبات تنباع. لا ما في. بروح اشتري لابتوب ثاني.
هذا هو اللابتوب الثاني. نرجع مرة ثانية للطاولات، ناخذ كم عندي فلوس؟ عندي كثير، والحين ببيع بيتكوين باخذ اغلى شيء مرة. باخذ الكرسي هذا اللي هو غالي. طلبنا اللابتوب الثاني. باقي طاولة ثانية. لابتوب. يا رب ما احتاج شيء ثاني، يا رب يضبط اصلا ويركب اللابتوب هنا. ولا ما يصير. صار. اوكي الحمد لله الحمد لله. كذا. الامور عسل. بروح ابيع عملة البيتكوين يا شباب وشوف كم بيطلع لي فلوس الحين. بصير غني خلاص. يا سلام. يو لا لسه ما اقدر الحين ما اقدر ابيع. لازم توصل واحد. الموضوع يطول شوي. يلا ما علي الحين توصل. اخيرا يا شباب وصلت واحد. اقدر الحين اني ابيع العملة او اللي هي البيتكوين. ولا اصلا من زمان اقدر ابيعها كلها وانا ما ادري. اشوف بجرب. لا لا ما اقدر. طيب هذه ببيع واحد الحين. 4689 دولار. والله كثير. شوف فلوسي كم صارت. ايزي موني والله. اخر شيء بسويه اليوم بشتري اجهزة اركيد اكثر لان صار عندي فلوس كثير. طيب راح ابدا اشتري اجهزة اركيد. هذه هي بشتري اغلى نوع مرة ثانية. واحد. ما بشتري شيء ثاني. وهذه بتخلص الحين. واطلب وحدة ثانية سريع سريع. واحد اثنين ديم والله ديم. وهنا البيتكوين. هنا لابتوبات. هذا ريد مي خلني نجيب له. لا قام. طيب والمي؟ والمي الله يهديك بس. ونسكر المحل اخيرا. يلا مع السلامة اخر كوستمر معانا. شقلة الادب. يلا برا. وكذا نكون يا شباب خلصنا حلقتنا لليوم. نجاح مرة اوفر اوكي. الحلقة الجاية ان شاء الله بنفتح غرفة البي سي رسميا اللي بتكون على الجهة الثانية وبعدها بنشتري الطابق الثاني. اللي شاف المقطع كامل شكرا جزيلا. لا تنسوا تحطوا لايك. واللي مرة حاب يدعمنا يقدر يشترك ويفعل الجرس. اشوفكم المقاطع الجاية ومع السلامة. Mm-hmm.